بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى صفة صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى وحين هذا أخي دونا قابل لو قلت كذا الجنازة، يقف الإمام عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. إمام كوحو استاغ يا هدي قفك اللي قلت كني ويهي لب مذي حيسة هدو ددد يهينا لحلة. وإذا كان هناك أكثر من جنازة يقدم فيما يلي الإمام، يعني بعد الإمام يكون الرجال، وفيما يلي القبلة يكون النساء، يعني يقدم الرجال جهة الصفوف وجهة القبلة المرأة. نعم. هدي أمواده هل كبدينين ويسوي ترى رقية دمر دمر كنا حق قبلة الحجين يا رقنا حق إمامك يا الحجين يا. نعم. يكبر التكبيرة الأولى، تكبيرته رأيه كبارنا يا، يقرأ بعدها يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. تكبير تكذب وأعوذ بالله سنيا باسمك وأغنيا فاتحة وأغنيا. وإن قرأ ما تيسر من القرآن فهذا يصح. لب لها فاتحة كذب فاتو قرآن قدره. ثم يكبر التكبير الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. كذبنا تكبير طلبات لقب كبارته نبي صلينا عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية دي معروفة. نعم، التي يقرأ في التشهد غالبا. هي التحيات اللي هو أخيه. نعم. ثم يكبر التكبير الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. كذبنا تكبير ستحاد وتكبير سنة يا وحونا أدعينا يا ميتك أدعينا يا قارهان دعوينك النبي صلى عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر التكبيرة الرابعة. نعم. كذبنا تكبيرة الأفراد وتكبير سنية. ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين. كذبنا هل مربو سلام علي فورنية أم لبدا جهاء يوصل المصنية. نعم. ويستحب له أن يزيد أحيانا، يزيد أحيانا على هذه التكبيرات الأربع، كان يكبر خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات. وحق الله صنع إنه تكبيرات كبرين كرو أو جارسين كرو إلى شم. نعم، لكن الأربع التكبيرات هذه الأولى كل تكبيرة تقوم مقام ركن، فلو ترك تكبيرة من التكبيرات الأربع، يعني لو كبر ثلاث تكبيرات وسلم، هذه الصلاة باطلة. نعم. تكبيرات كان أفر طائي هذا أنصر سيقني لما أنطوط ركني بيبتليا مدل ركني ويان هديو مدل كتغو صلاة دماء صحي صحي نغني سباطل. نعم. أما ما يتعلق بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذا لابد فيها من درس عملي تطبيق. نعم. أما وحي قصاب سن ميتك ديار قرين تيسا رقم ديسا كفن تيسا أستان تيسا ودرس أباهن إلا دقن قلي دقن هان الله سمعيه. نعم. إذن أخذنا ما في هذه الدروس المهمة ما يتعلق بتفسير القرآن. وحن قصو قادني دروسا مهمه ان هذا يكون قد قد جيرنو غار ان كتاب نو دبي تفسير سوره الفاتحه تفسير كام عفوا قران كتفسير كيس اهميه اولياي. نعم، تفسير القران وحفظه. قران كتفسير كيس اهميه. وقلنا اقل ما يمكن ان يضبط ويحفظ الفاتحه وقصار السور. وحن نري وحا او ير الحفظين كرو او لسوقي كرو وفاتحها هي سورتها يرير. ذكرنا ايضا ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد الشرك. وحن قالوا سو شيغني توحيدك يا توحيدك وحا كهر ايمانيا وشركك. نعم، وقسمنا الشرك الى قسمين اصغر واكبر. شركك وحن سو قيبني لبا قيبود مد يري مد وين. نعم. ثم بعد هذا ايضا ذكرنا ما يتعلق بالصلاه. كذب وحن سو شيغني وحل حيره صلاه ولابد أن نأتي بالصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها.
waxaa laga maarmaan ah salaad dhamaysay inuu la nimaadno oo shuruudeedii dhamaystiran tahay arkaanteedii waajibaadkeedii wala naati bi mubtil ma mubtilat as-salaa la iman mayno wax salaada burinaya aydan dhakarna ma yataallaq bil wuduu wal iqtisaal wat tayammum waxaan kaloo soo sheegnay waysaqaadka qubayska waajibka ah iyo gabagabaysiga naam aydan ذكرنا ما يتعلق بالاغتسال ان الاغتسال على صفتين وحن كلو سو شغني قبيسغا وحانو نير قبيس كو لبا قبا لو قبيستا صفه مجزئه قبيس كوكا يعني كاغا فيلن قبيسنيمو وصفه مستحبه كامله يو قبيس سنه وتا او دمهيسرنا وقلنا ان في الاغتسال ينوي بقلبه وحانو نيري marka uu ruuxu qubaysanayo kow qalbigu ka nigeysanaya yusammi bismillaahi waranaya yu'ammim jami'a al-badan wa ma tahta ash-shu'ara al-khafifa wal-kathifa shirka oo dambu biya ku wada amimaya timaha ususha yaani ususha ila yaani timaha tiridooda dambu u wada gaarsinaya ma'a al-madmadha wal-istinshaq yadu luqluqasha iyo sandaarta ila socota mata yajib al-iqtisal gormu qubaysku waajibaya من يعرف متى يجب على الانسان ان يغتسل قفك انه ميدو قبيس واجب اه غور واجب يا نعم يقول خروج المني دفقا بلذه نعم ان روح اي منيد كصوبخدو قاب يعني بلذه يعني درين نعم وكذلك الاحتلام لو نام وخرج منه مني فهذا موجب للاغتسال سيدا سوق للروح اسوغو هردا markay manida ka timaado qoys ba waajib ku ah waljimaa galmoodka wa maut ghayr ash-shahid ay insaan yamut labud min taqsil wa takfin illa ash-shahid qof kasta oo dhintay kull maut kull ay insaan yamut labud an yughassal kafir wa muslim anta la tas'al tayib al-muslim لابد ان يغسل ويكفن ويصلى عليه اما الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا نحضر تعزيته اصلا يلقى في حفره ويلقى عليه التراب نسال الله عليه السلام جيد قف كست او مسلم ركو قيدنا دنتا او ان كاهين شهيدك قيس بواجبيه حتى لا تاذى الناس من رائحته هذا الكافر يعني اما المسلم يغسل ويكفن الا الشهيد لا يغسل مسلم هو لا دقيا ولا كفرنيا اما شهيدك لما دقي لكن كافرك اسا ولا اسيا نعم اذا يجب الغسل على كل ميت نغسله الا الشهيد لا يغسل اذا ميت كسته او دنت مسلم اه ولا لا دقيا وحن كاهين شهيدك واسلام الكافر الكافر اذا اسلم يغتسل يا كافر كما كو سو اسلام قويس با واجبيا والطهاره المراه اذا طهرت من حيض ونفاس لابد تغتسل وين اذا مركه اي كطاهر نقنيس حيضك ان ديق عاده اي ديق نفاس يدونه وين قويستا ذكرنا كذلك التيمم سدا سوكله وحن سو شغني غبغبيسغا نعم يبقى معنا المسح على الخفين المسح على الجوربين هذا وحي انه هري ان لمسح خفينك اما ان لمسح شربادياده نعم لابد اولا للمسح على الخفين او الجوربين شروط نعم الا مسح خفينك اما جوربينك شروط بيلهدهي الشرط الاول ان يكون لابس الجوربين والخفين على وضوء كامل يعني غسل الرجلين في الوضوء بالماء ثم بعد هذا لبس الجوربين وحاشرده وحرشده خفينك وجوربينك روحا مركو هري انه طاهر هي معناها ويسقط دميسترا مع اللقمده اللي هي كثرت او قبو وان تكون الجوربين والخفين طاهره لا نجسه الا بدا جوربك اي خفينك اي هذا طاهر وان نجاسه هين وتكون ساتره لغالب العضو حتى ولو كانت خفيفه تكون ساتره ساتره يعني تغطي اغلب القدم حتى ولو بدا الكعبين يصح المسح عليهما نعم وان اي لقطه دون ودا استريان حتى حد استريان كعبين كان قويده وان ودا استران وان يكون المسح على الجوربين والخفين في الحدث الاصغر فقط لا في الاكبر لانه في الاكبر لابد من اغتسال نعم مسح وتفليا او كليه تؤن حدث خير ولا بد ان يكون المسح في الوقت يعني لا يمسح بعد الوقت بعد خروج الوقت
wuxuu masaxaya un masaxa wuxuu imanaya xilliga waqtiga laakiin waqtiga markuu baxo kadib maya wal waqt indana lil muqim yawma layla yaani 24 saa waqtiga atanada qofka muqimkuna waa habeeniyo maalin wa lil musaafir 3 ayyam bilayaliha laakin yaani tasaawi 72 saa taqriban مسافر كنا وحويان وسدح عشوي يا بين هذولا وحي لا ودي كان تابو يري تضبات لبس عضل نعم عندنا ايضا المسافر كذا سوك اللي غفكم مسافر ك المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط غفكم مسافر ك وحو سوك قابين يا انكلية صلاة ظهر افرتا يقصر الصلاة الرباعية فقط صلاة ظهر افرتا بسوك قابين الظهر ظهر ك والعصر والعشاء صلاة عصر عشاء يصليها ركعتين لا برقع متكنيا إلا إذا صلى خلف إمام يصلي الصلاة رباعية لابد أن يصلي بصلاته حتى ولو أدرك مع الإمام ركعة والتشهد الأخير إلا إنه لقاه الله نعم إلا إنه قدب تكنيا ونمويه إمام أن مسافر أهيل هدو مرك إمام فأوصوها ليرو أفر ترعب وتكنيا حتى هذه وكسو غير العاده قدام بيساي وتكنيا أفر ركعتين نعم أما المغرب تصلى كما هي في الحضر والسفر وكذلك الفجر مغرب يسوي اسمه بدلا يسمع اسمه بدلان سيد لو تكنيا سيد إلى لبو نعم وله أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحا قبنان إن الله بصلا وجمعيه ظهرك يا عصرك مغربك يا عشاء إما جمع تقديم كأن يجمع العصر في وقت الظهر نعم أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر وحقود جمعين كرا جمع لو يقال التقديم وإنه صهر مريه أو ظهر كعصر كأن ظهر كأصر أما تأخير إنه سميه ظهر كأن ظهر حق عصر وكذلك المغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير مغرب العشاء أنا ولا ظهر مريه كنا ولا تقديم كرا لكن لو صلى الجمعة لا يجمع معها العصر لكن هذه الروح تجمعها تكذو عصر كما جمعين أيوه نعم كذلك المسافر إذا صلى إماما أو صلى منفردا يقصر الصلاة رباعية نعم هذه الروح المسافر هي ويسوي تجري أما كريه تكريه صلاة رباعية وصوتها منها أما لو صلى قلنا خلف مقيم يصلي بصلاة هذه كتب تكريه يقف المسافر أهين صلاة وهذا ما يسريها نعم عندنا السنن الرواتب وعن هذا قد قلت دونا سنوين كلو يقانو الرواتب يعني سنن مرتبة مع الفروض الخمسة سنوين للصعداء ولا لا قرشيي صلاتها فرضك هذه السنن سنوين كان تسد النقص الحاصل في الفرائض يعني الآن الذي يصلي السنن الرواتب إذا كان لديه خلل في الفرائض هذه السنن تسد هذا الخلل والنقص سنن كاني وحي أو ديان وحي خلل أما النقصان صلاة هذا السوق قارب يكود بوليسا والذي يصلي يحافظ على السنن الرواتب هذا معناه أنه من باب أولى يحافظ على الفرائض روح صلاة السنن كإلالية روح وحي دليل أتهي إنه آدو إلالية صلاة به فرضك ويحصل بهذه السنن الرواتب زيادة في الإيمان سنن كان الا حفظ يا روحه وحكوه ليا ايمانك سينو كردو نعم وهي السنن الرواتب اما 10 ركعات او 12 ركعه سنن كا رواتب تا اما و 8 ركعات واما و 12 ركعه ركعتين قبل الظهر او 4 ركعات قبل الظهر لو ركعه ظهر كهري اما 4 با كهري ظهر وركعتين بعد الظهر لما انا وحي كدنبيان ظهر وركعتين بعد المغرب مغرب لو كدنبيس وركعتين بعد العشاء عشاء لو كدنبيس وركعتين قبل الفجر صلاه الصبح ظهر لو لا تكري اهم هذه السنن الرواتب ركعتا الفجر سنوين قال نسو شيغي وحا اوغو مهمسن لبد ركعادود ولا تكنيو قبل الفجر نعم خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي عليه الصلاة والسلام وحيك خير بدنه الدنيا ذي وحكو نحسوان ودن يعني لو قال نعطيك كل ما على الكل الأرضية نعم كل ما فيه أدور الحكوية لذو حنقسين الأخوة واحد صارا نعم ثم هي يعني تخفف والله قابلين يا لبدر العضو والله في ضينا يا عفو دون إخلال بالأركان يدو أركان في أن يبلوغي سنين وفيها قراءة خاصة
قران قوني بيليد هاي في الأولى أقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون رقعوا هريفة الحد على أقنية سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد سورة الإخلاص رقعوا الله بار نفرة تحت كذب على أقنية إخلاص نعم أيضا لدينا صلاة الوتر سيدا صوك لوحى هذا الشيء يا صلاة الوتر أقل عدد في ركعات الوتر كم تردى أبوير ركعات الوتر وامقة الله يفتح عليك أقل الكمال ثلاث ركعات تردى أبوير عندما يستيران أحر وسدح يعني قليل لكن أفضل نعم هو ثلاث ركعات لكن أفضل بدلت هاي وأقل القليل ركعة واحدة مدة أبوير تاكسير نواها الركعة وأكثر 11 ركعة وحا أبدا قوية الركعة نعم إذا صلى الركعة واضحة كيف يصليها نعم إذا صلى الوتر ركعة واحدة طيب. واضح كيف يصلي يعني طيب هطول ركعة تكذن تكنيه وإسكع عدها هاي يكر ركعة ويتشهد ويسلم قابل اللوتين وقرنيسة هل ركعة ويستاقيا وركوع ويسجد ويسجد نعم ويصلي ثلاث ركعات لكن بتشهد واحد يتشهد في الركعة الثالثة ولا يجلس في الثانية كالمغرب هدي سدح ولا السعودان أيهين تشهد حملها وحيلاتها أوكرية هل أتحيات بينه وكان قدام بيا نعم أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة أما وفي الصمين اللي قلت كان إياه وصلاة مكبحة حتى نقول الله إيمانية هل حب وكرية ويصلي خمس ركعات الوتر يصح أن يصلي خمس ركعات متصلة يجلس في الركعة الخامسة فقط وحكى له بنان أو سوان ويعني اللي قبل يقفك إنه شن ركعات أو وضع الصعودة إنه تكده لكن هل أتحيات بالله إيمانية وكان قدام بيا ويصلي سبع ركعات وتر متصلة يجلس في الركعة الأخيرة للتشهد فقط تضبوح حليلين كرا لكن سرد وحاء إنه هل أتحيى الله ما دخل قدام بيا ويصلي تسع ركعات متصلة يجلس في الثامنة يتشهد ثم لا يسلم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم أعيد علي يصلي الوتر تسع ركعات وحودر يتقن يا سقال متصلة أو وضع حريرة يجلس في الركعة الثامنة ركعة السدحات بغفر سنة يا التحيات ركعة السدحات من العفر ركعة السدحات بغفر سنة يا التحيات نعم ولا يسلم ثم ينهض للثامن للتاسع التحيات بغفر سنة يا مصر المقسنة وحو يستغي في السقالات ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم مدة سقالات بالله إيمانا يا التحيات يقدم به ويصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة وتكون 11 ركعة ويقول أوتو كان كرا الله بالله 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 بكا ودن بيرا حبدي وتكنا يا ودن بيس نعم كذلك صلاة التراويح سنة وبخاصة في رمضان تصلى جماعة في المساجد قال أهان رمضان كجماعة الأولى كان في المساجد نعم كذلك لدينا صلاة الضحى كذا صوك لي وحي صلاة الضحى شرته صلاة الإشراق صلاة الإشراق بجد أقول رحصوا بحدة صلاة الأوابين صلاة الله يغنى أوابين باشرته تبدأ بعد طلوع الشمس ارتفاع الشمس بعد أن ترتفع الشمس حتى لا تراها أمامك ترتفع هذا وقت ابتداء صلاة الضحى صلاة الضحى وحي بلا بنا يساق الرحضة مركع يصوب حدا كده يعني لا وحي الرحضة بحدة إذا ارتفع عن ورقته نعم حدا. ويصلي ركعتين ركعتين لبا لبا ركع يوتكنا إياه نعم وأفضل وقت لها عند اشتداد الحر يعني يعني قريبا من الساعة 11 تقريبا عندنا هنا وقت جاء أغفي عن أغفض لبدن إلى تكاد الضحى واحد ويان اللي جاء يقول رحض وكل لاطه وحشاقه كنت قريبيه ساعده ما كيتاي شنت الساعة نعم حقيني. كذلك لدينا تحية المسجد ركعتين إذا صوك لوحة تلا وحلو يقانو صلاة المسجد كيدنا ولا برقع إذا دخل إلى المسجد لا يستطيع أن يجلس حتى يصلي ركعتين وفق مركم مساجد الصوك قالوا ما فريسنا إلى وكتك برقع لو صلى الفريضة لا إشكال في أن يجلس أو صلى الراتبة القبلية مثل راتبة الفجر تجزي عن تحية المسجد ساجد روح صوك علي ثلاثة فرق صوها علي dib malaha ama wuxuu tukaday sunooyinka ka hor raatibada hay'adana dib malama ka wafarsan karaan indana aydan salaat al-istikhara waxa jira salaad loo yaqaan salaat al-istikhara
يصلي ركعتين غير الفريضة. لا برق عبوك كنا ياتي فرق كدمها. وبعد أن يتشاهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. كدبنا واتقيات سنية نعسلم بقصة لنا صلاة اللي قانيم معلوم كايد. واستعيذ بالله من أربع. إلهي وأفرك من قال سبحانه وتعالى. يقول دعاء الاستخارة. كدبنا دعاء الاستخارة وخنية. ثم بعد هذا يسلم. كدبنا والسلام نصرية. كذلك لدينا الصلاة التي يصليها الإنسان لله هكذا نفل مطلق. واحد ترى الصلاة كسموه المطلق قصي ديسن وروح الله تكن سبحانه وتعالى. فيصلي في كل وقت. وقت كسر روح تكن كره. إلا في أوقات النهي. أوقات الشرع ينقرب يموي. لدينا أوقات النهي. الوقت الأول بعد سلام الإمام من صلاة الفجر. وقت الظهر أوقات النهي وحويان مركو إمام كصلاة الصبح وكبحه إلى أن ترتفع الشمس إلى يقرأ الخروص وبحضه وقبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة يمنع من الصلاة في هذا الوقت. صلاة الظهر كهر وأذانك يا أنت لا أدي من كهر خلي 8 دقيقة كهر يدنا أقول لأي بقصة أروري. نعم. وكذلك من تسليم الإمام من صلاة العصر إلى دخول وقت المغرب إمامك مركب وصلاة عصر كبحه إلى مغرب وقصه قاله. هذه الأوقات لا يتنفل فيها نفل مطلق. أوقات هذا عنصوش يقني وقت يدني لبصر ميسانة يسنة مطلقة لكن له في هذه الأوقات أن يقضي الصلاة الفائتة. لكن وقت يدن قفل وحلو بنيي صلاة ديه يتعافي إنو سوق ضينكره وإعادة الجماعة جماعة إنو سوق لنيه. وكذلك يصلي الصلوات ذوات الأسباب سيدا سوق لو حاوبنا إنو تكذو صلاة ده صور كله تحية المسجد تحية المسجد كأوكله صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة لو يقانو كله سنة الوضوء سنة ويسقاتك ركعتا الطواف هي الطواف كله يسرق عدوت. نعم. هذه الصلاة الصلوات المفروضة الخمس والجمعة لابد أن تؤدى جماعة صلاةها شنطة هي صلاة جمعها بقى وإن جماعة لبوغة أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال وحا أبوير إلا أرنكر صلاة الجماعة وهي واجب قطع رقع وكان يعد من يتخلف عنها عند الصحابة رضي الله عليهم منافق ظاهر النفاق وحا لغترين تري قفق صلاةها جماعة كذب دعاه وأن سوها ليلين منافق نفاقيس وعديه. نعم. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحرص على أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة. وفق استوى الله كلمة سبحانه وتعالى وجود ذلك صلاة هن فرض في الجماعة كل تكذو. والجماعة لم تسقط حتى في الحرب. جماعة مرضع حتى هذه الدقال لبتشرو. نعم. وبصلاة الجماعة هناك فوائد كثيرة. صلاة الجماعة وحيلين فائدوا يعادوا فربضا. 27 درجة. تضبي لباتن درجو. نعم. وكذلك اجتماع أهل الإسلام. كذا صقل وحى كل ترى مسلمين تأو كل ميا. وتفقد أحوال أهل الإسلام. يروح إنه بربارو حالتها مسلمين تا. وغير هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما أحب أرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاك الله خير.